أنا اسمي جيهان شعبان، أنا من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. أنا الحقيقة بشتغل في المبادرة دي من فترة قصيرة، مبادرة لتسليم السلطة للبرلمان المنتخب. في مجموعة من الشباب هم اللي أطلقوا المبادرة دي من حوالي شهر، منهم علي الطيب وأحمد صالح وعش، مجموعة كبيرة يعني من الشباب، وعملوا ستيكرز وبيانات وابتدوا ينزلوا في الشوارع يوزعوا البيانات ويوزعوا الستيكرز دي. من فترة بسيطة عملنا اجتماع ضمينا كل الناس اللي متوافقة على المبادرة دي، وابتدينا ننسق مع بعض ان احنا نعمل فعاليات. كان اولها هو يوم الجمعة اللي فاتت في ميدان التحرير. احنا كنا مشاركين في الفعاليات بتاعت احنا كنا مشاركين في اليوم ده، وكان عندنا ستاند بنوزع عليه البيان بتاعنا والستيكرز بتاعتنا، وبنعمل مناقشات جوه الميدان. من النهاردة هيبقى فيه مسيرات من الأحياء المختلفة ومن الدوائر المختلفة، من أهالي الدوائر بتتوجه لبيوت النواب بتقول لهم احنا اللي انتخبناكم واحنا عاوزينكم تتولوا المسؤولية من النهاردة، لان احنا ضقنا زرعا بحكم العسكر، وانه انتوا المؤسسة الوحيدة اللي ليها الشرعية انها والمنتخبة اللي ممكن تقود المرحلة الانتقالية ونرضى عنها، بس في نفس الوقت احنا مش بنمضي لكم شيك على بياض، احنا هنمارس الرقابة الشعبية ونمارس الديمقراطية الحقيقية، ان احنا هنبقى بنراقبكم كل لحظة، هنشوف انتوا فعلا بتدافعوا عن مصالحنا وبتطلبوا مطالب بالثورة ولا لا. لو كنتوا بتدافعوا عن مصالحنا وبتطلبوا بمطالب الثورة احنا في ظهركم والميادين هتدافع عنكم، لو ما عملتوش كده هنوقف قدامكم وهنفضحكم وهنعزلكم ان لزم الامر. طيب في بعض القوى السياسية ترى اللي هي يعني مش مع تسليم السلطة في الفترة الحالية من المجلس العسكري، فحضرتك تقول لهم ايه؟ او لا، انا مش هقول لهم حاجة، ما يعني الخلافات في التكتيكات السياسية ده حاجة صحية جدا، دي حاجة صحية ودي هتبقى موجودة النهاردة وبكرة وبعده، والعبرة بالشارع. الشارع هو اللي هيشوف اني مبادرة هي اللي بتمثله اكتر، واللي وشايف ان هو مرتاح ليها اكتر. يعني احنا كمان بغير المسيرات اللي هنعملها لاعضاء البرلمان يوم 23 هنتوجه بثلاث مسيرات لمجلس الشعب نبارك لهم، وفي نفس الوقت نقدم لهم مطالبنا. ثلاث مسيرات دول، في مسيرة هتبقى من قدام الاتحاد المستقل لنقابات عمال مصر للعدالة الاجتماعية، في مسيرة أخرى هتبقى من قدام دار القضاء العالي للمحاكمات العسكرية، وهيبقى في مسيرة ثالثة أعتقد أنها هتبقى من قدام نقابة الصحفيين على فيها أهالي الشهداء. طيب معلش اسف، اخر سؤال، تعليق حضرتك على الافراج على 1900 دي حاجه لطيفه خالص، دي بنرجع تاني لشهر مارس وابريل، كان قبل ما نعلن عن مليونيه في ميدان التحرير تبتدي التنازلات من يوم الخميس، فدي حاجه لطيفه رجعنا تاني، بس ولو يسقط حكم العسكر.